توقع برج الحوت ليوم الاثنين الموافق 10 يوليو 10 تموز 2023. النهاردة هينتقل ماركور لقطاعك وشراكاتك المعاكسة، وهتبقى انت مستعد يا حوت لغاية يوم 27 أغسطس. هتكون علاقاتك فيها مجالات للإثارة والاضطراب، هيغضبك الناس وهيحبطوك في بعض الأحيان وهيحفزوك في أوقات تانية. هتستهدف امتلاكك واعترافك بدورك في النزاعات اللي هتبتدي تظهر ليك. ممكن يكون في تعاون مع الأشخاص اللي حواليك ومشاركة الأفكار والشراكات اللي بتعتبر أمر نشيط جدا، في حين إن العبور ده ممكن يبقى بيثير توتر والصراع، هيبقى ممكن يبقى منعش في النهاية. هتبقى من خلاله عارف تتعامل مع مناطق كتيرة فيها مشاكل. مرجح جدا إن تطفو التوترات العقلية على السطح بينما بيعارض عطارد وبلوتو. ممكن يحاول شخص انه يتفوق عليك، ممكن يكون ليه يد عالية وهتبقى فيها صحوة وقحة جدا ممكنة جدا. ممكن تبقى في حاجة بتتوضح للأمور اللي عندك، هتضع كل ده في اعتبارك، وكل الناس اللي حواليك هيتمسكوا مؤقتا بشدة بوجهة نظرهم. حتى لو ما كانتش عندك خبرات هتتعلم فيها ناتج جديد من النزاعات. هتبقى في ضغط على اتصالاتك، هيضيع وقتك وطاقتك، وهتحاول انك تعمل كل اللي انت حابب توصل ليه في وسعك وتتخلص من المشاعر السلبية بدل من انك تتمسك بالمشاعر اللي ملهاش داعي. هيدخل كوكب المريخ في العذراء لغاية 27 أغسطس، وهيبقى عندنا شغف بالتفاصيل. هنحتاج اننا نعمل حاجة الصح في الوقت الصح. الرضا هيبقى اهم حاجة عندنا واعظم كل حوافزنا.